السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كل شيء بخير وعلى خير. اليوم جيت نوريكم واحد الفيديو اللي هو جديد ويعني مع رمضان على الابواب ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه ولينا بطول العمر ان شاء الله يا ربي. كي كتشوفوا انا دابا كان تكون مطيشه بحال هكذا رخيصه، كنقول للراجل يجيبها ليا، واخا تكون خامجه كي كتشوفوا، يعني ماشي خامجه بزاف مي على هذا الشكل هذا. كنغسلها مزيان وكنحيد لها هاد البلايص الخامجين وكنقطعها وكنطحنها كي شفتوا على هاد الشكل هذا، وكنطحنها وكنغربلها بحال هكذا كي شفتوا. هاني كنطحن في الروبو وكنغربلها هكذا في هاد الشبكه هادي باش كتخرج منها، يعني كتصفى ليا ديك الزريعه والكشور ديالها كي شفتوا. ها هي فين اتصفات على هاد الشكل هذا، بصح ما كاين لوحاش. غادي نزيد لها هذه واحد الطحنه ونولي نغرب لها، واللي بقى كنطيبو كندير به الصوص كي شفتو عاوتاني، المعدنوس والقزبر. المهم يعني هذا هو الوقت اللي كيكون كلشي موجود، لان ملي كيوصل رمضان كلشي كيغلى. على هذا الشيء بغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو باش ديروا حتى نتوما بحال هكذا. القزبر عاوتاني تقطعوه وكتغسلوه تيبسوه مزيان حتى كينشف، وكتقطعوه ولا كطحنوه. انا كنطحنوه وكنديروه في ميكات. ملي كيجي رمضان ان شاء الله كيكون كلشي عندي واجد، كاع ما كنمشي انايا ديك الساعات عاد نبقى نتزاحم مع الناس. كي كتشوفوا كنحرك على هذا الشكل هذا حتى كتولي ليا كلشي هذيك لاصوص، وكتبقى غير الزريعه والكشور. ايوا رمضان كريم، ان شاء الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والهنا وطول العمر. ما تنساوش تابونيو فلاشين وتبارطاجيو الفيديو. نهاركم مبارك سعيد.